والبداية المتعثرة خلينا نسميها للمنتخب، لاعبين ما جاهزين، التشكيلة ما مكتملة، مثل هذه الأجواء وأنتم لاعبين تراقبون، شنو رأيكم؟ والله أعتقد بطولة كأس الخليج دائما ما صادتنا بها مشاكل، يعني تعرف دائما ما هي البطولة غير معترف بها فتسبب مشاكل للمنتخب وللأندية، فإحنا متعودين مثل ما نقول متعودين على هاي المشاكل، لكن بعد صار أمر واقع يعني طبعا. تدخل المباراة بهيش ظروف بعد أمر واقع، بعد لازم نعرف شلون مثل ما يقولون نخلص نفسنا من هاي المباراة. أتمنى التوفيق للاعبين يركزون بهاي المباراة يبتعدون عن المشاكل اللي جاي تصير، حتى اللاعبين إنه يمكن حاليا خصوصا اللاعبين الشرطة إنه مشتتين الذهن بين النادي وبين المنتخب، إن شاء الله ما تأثر عليهم سلبيا، وأتمنى لهم التوفيق للنادي الشرطة والمنتخب إن شاء الله. أجواء المنافسة شلون ممكن تكون وأنت تمثل منتخب وطني 13 لاعب التمرين؟ يعني تشكيلة لعب ما أقدر أسوي، هذا الحافز اللي عندكم هو اللي مثلته المنتخب. اللي هو سعالي هذا بصعوبة، يعني صعوبة جدا عالية، لكن الآن اللاعبين اللي موجودين اللي 13 يعني أغلبهم ما كانوا مشاركين بأيام الفيفا دي بالبنش المباريات، راح تكون لهم فرصة. نعم المباراة جدا صعبة، منتخب قطر منتخب الآن يختلف عن كأس الخليج السابقة، خلينا نقول الدورة السابقة، الآن منتخب قطر منتخب ينافس على بطولات، شارك بكوبا أمريكا، بطل آسيا، مستضيف المجموعة، مستضيف البطولة في قطر، صعوبة بالمباراة، وتوقيت مباراة الشرطة أيضا راح يأثر بشكل كبير على هذا، لكن أتمنى أنه لاعبين اللي راح يشتركون، لاعبين اللي أول مرة يشتركون مباراة يعتبرها مباراة طبيعية ويقدم اللي عليه، والباقي التوفيق من رب العالمين. ذكرت لي معلومة مهمة، راح تكون فرصة للاعبين الجدد أن يثبتون نفسهم. أنا أشوفها فرصة جدا. هذا السؤال، أما كان الأولى إعطاء فرصة أكثر للاعبي الدوري؟ عندنا 20 نادي بالدوري الممتاز وأكو لاعبين ينتظرون الفرصة، وهي الفرصة مؤاتية، أنت عندك نقص كنت تستعين بلاعبين جدد. طبعا هو قلت لك أنا أنه ممكن المدرب يعرف أنه متوقف الدوري، لكن إحنا كمباريات يعني يمكن نادي الزوراء، نادي ما جاي تلعبون وديات؟ نلعب كل اسبوع مباراه وديه، يعني يمكن لحد الان احنا لاعبين 4 مباريات إلى 5 يعني من توقف الدوري لحد هذه اللحظه. هي مثل ما تحدث مصطفى، هي صعبه يعني اجواء التنافسيه غير انه اجواء المباراه التجريبيه طبعا. او الوديه مثل ما يعرف انه الدوري واقف، وممكن هاي سبب الصعوبه لاختيار اللاعبين، ما يعرف مستوى اللاعب، ما يعرف اللاعب انه متمرن او ما متمرن. كل اللاعبين هسه حاليا اللي لاعبين الدوري ما عندهم نفس المباريات، يمكن ذهنهم حاليا مشوش بسبب انه ممكن الدوري يستمر او ما يستمر، ممكن يتحدد بعد بطولة الخليج، فلا المدربين ولا اللاعبين يعني عندهم فد رؤية واضحة انه اللاعب كيف يكون لاعب مستوى اللاعب المحلي. زين برأيك منو الافضل، ان ادخل لاول مباراة ب 13 لاعب لو اجيب حتى وان كانت الجاهزية مكاملة للاعبي الدوري؟ هي هي صعبة، يعني اللاعبين المتواجدين يحسهم هم هذول اجهز لاعبين حاليا، يعني صعب مباراه الشرطه، لاني اقول لك انا احافظ على اللاعب، يعني هذا علميا طبعا. بعد يعني من صعوبه تلعب صعوبه المدرب يعني يلعبهم، يعني جدا صعبه، انت اللاعب يحتاج الى استشفاء حتى يستفاد من مباراه الامارات واليمن، لكن هذه المجموعه اتوقع انه اللي اول راح يكون بهذه المجموعه مرشح انه لقب البطوله. بس ممكن كبديل يشركهم لاعبين الشرطه، دكتور عدي ذكر قال كل اللاعبين اللي بالمنتخب راح يشركون اساسيين، يشركون بس ممكن انه ما راح يشركون 90 دقيقه، ممكن لاعب المفروض ظروف مباراه منتظر، ظروف مباراه راح تكون هي الـ 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 الصوره الواضحه للمدرب المنتخب. شلون تشوف حظوظنا بهذه المجموعه؟ والله يعني على الظروف اللي ما متوفره حاليا والاستعدادات اللي مؤثره حاليا على المنتخب اعتقد هي صعبه، لكن مو مستحيله. ممكن اللاعبين المتواجدين يعني ايضا لاعبين جيدين، لاعبين على مستوى عالي، ممكن المباراتين اللي سابقه اللي ما شاركوا بها هي فرصه لهم ان يظهرون بهاي المباراه، بالرغم انه المنافس فريق شرس. بالمناسبه بكل بطوله خليج يظهر لنا لاعبين او ثلاثه جدد بارزين، هي هاي فرصه، هي هاي النقطه اللي حبيت اذكرها، انه هي هاي فرصه للاعب انه يقدم نفسه ويقدم اوراق اعتماده بصورة للجميع وللمدرب حتى انه يثبت نفسه بالمباريات القادمة. قطر مو بأفضل حالاتها وفقا للتصفيات، الإمارات مو بأفضل حالاتها، واليمن
يعني ايضا الفرصه معاتي. هاي ظروف بطوله الخليج تختلف جذريا عن المباريات اللي تصفيات كاس العالم ومباراه بطوله اسيا. بطوله الخليج تعرف محببه، كل المنتخبات العربيه والخليجيه تحب انه تكون لها فرصه بهاي البطوله انه يظفرون باللقب مالتها. التفاؤل موجود كان بصراحة، يعني بخصوص وجود هاي التوليفة، لأن منتخبنا ظهر بطولة آسيا بتوليفة ممتازة جدا. كانت هناك تفاؤل أنه راح نكون بالتصفيات، وخصوصا المباريات راح تكون بملعب البصرة وداخل بلدنا وجماهيرنا لها دور إيجابي جدا. الحمد لله يعني احنا التفاؤل تحقق والطموح إن شاء الله يتحقق بالوصول لكأس العالم، وهي يعني ما نقدر احنا نحكم من أول مرحلة.